بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي أحبائي الطلابة، كما وعدتكم سنقوم بمراجعة الوحدة الأولى والثانية تركيزا على الأفكار الرئيسية وعلى الأمور المهمة فيها. نبدأ بالوحدة الأولى بالجزء الأول منها وهو النسب المثلثية. عندي أول شيء من نستذكر الوضع القياسي. ما هو الوضع القياسي للزاوية؟ الوضع القياسي للزاوية تكون الزاوية في الوضع القياسي إذا كان رأسها منطبق على نقطة الأصل، يعني الرأس على نقطة الأصل هي نقطة الأصل، وضلع الابتداء منطبق على محور السينات الموجب. قلنا الرأس الزاوي هي الرأس اللي نقطة التقاء ضلعي الزاوية، هو الرأس على نقطة الأصل، وضلع الابتداء لاحظ أن الاتجاه الزاوية عكس عقارب الساعة، فضلع الابتداء هو على محور السينات الموجب وانتهى في الربع الثالث في المنطقة هنا. إذا اتجاه السهم هذا يبين لنا ضلع الابتداء والانتهاء، فضلع الانتهاء هو اللي بنتهي عنده السهم، فضلع الابتداء كان محور السينات الموجب وضلع الانتهاء عندي هون كان الرأس نقطة الأصل. إذا هاي الزاوية بالوضع القياسي، ليش؟ لأنها رأسها على نقطة الأصل وضلع الابتداء منطبق على محور السينات الموجب. الزوايا الربعية نتذكر هي الزوايا اللي بتكون ضلع انتهاؤها منطبق على أحد المحاور، يعني الضلع الانتهاء اللي هو هذا مثلا راح يكون منطبق على أحد المحاور. طبعا هن راح يكون التسعين، يعني بيكون الزاوية بهذا الشكل، ضلع الابتداء محور السينات الموجب وضلع الانتهاء محور الصادات الموجب، فبتكون هاي الزاوية قياسها 90. الزاوية الربعية الثانية اللي هي 180 بهذا الشكل، بيكون ضلع الابتداء منطبق على محور السينات الموجب وضلع الانتهاء منطبق على محور السينات السالب، بيكون بهذا الشكل نصف دائرة. والزاوية الثالثة هي الزاوية 270، بيكون ضلع الابتداء محور السينات الموجب وضلع الانتهاء محور الصادات السالب، بتكون الزاوية لعند محور الصادات السالب. وال 360 بيكون ضلع الابتداء والانتهاء منطبقات على محور السينات الموجب. قلنا عندي أنا أربعة، الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. هاي الزوايا بالوضع القياسي في الأربعة أربعة. الزاوية الهاء هنا بالربع الأول لاحظ ضلع الابتداء هو انطلق من عنده اتجاه الزاوية كان محور السينات الموجب، هذا ضلع الانتهاء. إذا هاي الزاوية بالربع الأول، هاي الزاوية بالربع الثاني، هاي الزاوية بالربع الثالث، وهاي الزاوية هون تكون في الربع الرابع. قلنا بعكس عقارب الساعة تأخذ الزاوية قيمة موجبة. بس بدنا نتذكر كمان انه بالنسبه لاوضاع الزوايا او قيم الزوايا اللي هن، او خلينا نشوف اول شيء بشكل عام الزوايا شو هم. الزوايا اللي نسبة المثلثيه اللي هم الجيب والجتا والظل والذتا والقاطع والقتا. اول شيء بدنا نتذكر انه النسب المثلثيه بالربع الاول كلها موجب، هي كاتبين احنا كل النسب موجب. بالربع الثاني الجيب والقتا اللي هو مرتبط فيه موجب. بالربع الثالث الظل والظتا موجبات، والربع الرابع القاطع والجتا موجبات. هذا يعني انه بقيه النسب بتكون سالبه، اذا كان مثلا هون الظل والظتا موجب اذا بقيه النسب سالبه، هون الجيب والقتا موجبات بقيه النسب سالبه، وهنا كذلك. هاي اللي هنا قلنا اتفقنا على التسميه، كل اجا ظل الظتا، كل اجا ظل الظتا، الجيب دائما مرتبط بالقتا، والظل مرتبط فيه الظتا، والجتا مرتبط فيه القاطع. عندنا احنا هنا بالوحدة هاي او بالجزء هذا اخذنا طريقتين لإيجاد الزوايا، اما بنقطة واقعة ضلع الانتهاء او بزاوية معلومة من النسب المثلثية. ناخذ الحالة الاولى، بقول لك انظر الشكل المجاور، اذا كانت عندي هاي الزاوية هاء رأسها على نقطة الاصل وضلع الابتداء منطبق محور السينات الموجب وضلع الانتهاء جاي بالنقطة هون اسمها سين وصاد، سين وصاد بغض النظر شو قيمه موجبات او سالبات، احنا نحكي بشكل عام. فان اذا كانت هون الزاويه تقطع دائره الوحده، قلنا دائره الوحده عباره عن دائره نصف قطرها وحده واحده من المركز الى المحيط، اي ان احداث النقطه 1 0 0 1 سالب 1 0 و 0 سالب 1، بيكون الاحداث السيني هو الجتا، فجتا ها يساوي سين، والاحداث الصادي هو جيب ها، جيب ها يساوي صاد، الظل يساوي الجيب على الجتا اذا صاد على سين، الظتا هو مقلوب الظل ويساوي صاد على سين على صاد، القاطع هو مقلوب الجتا وهو واحد على سين، والقتا هو مقلوب الجيب وهو واحد على صاد. هاي الطريقة بنستعملها لإيجاد نسب المثلثية إذا علم نقطة قطع ضلع الانتهاء في دائرة الوحدة فيها. ناخذ مثال على الحالة هاي. مثال: إذا كان ضلع انتهاء الزاوية ها في النقطة 8 من 10 و6 بالعشرة،
يعني ضلع الانتهاء كان احداثياته 8 بالعشرة و6 بالعشرة في دائره الوحده. اوجد قيم النسب المثلثيه للزاويه ف، يعني بنطلع كل النسب. اول شيء قلنا الاحداثي السيني س يساوي 8 بالعشرة، الاحداثي الصادي ص يساوي 6 بالعشرة. قلنا الجتا هو الاحداثي السيني، اذا الجتا 8 بالعشرة. الجيب هو الاحداثي الصادي، اذا الجيب يساوي 6 من عشرة. اذا نستطيع الان ايجاد باقي النسب. الظل يساوي الجيب على الجتا، 6 بالعشرة على 8 بالعشرة، فكانها 6 على 8 هي 3 على 4. الضتا هي مقلوب الظل 4 على 3. القاطع هو مقلوب الجتا وهي 1 على 1 على 8 بالعشرة على 8 على 10. العشرة بتطلع فوق بتصير 10 على 8 وعبارة عن 5 على 2 5 وعلى 2 4. القتا هو مقلوب الجيب وهو مقلوب الجيب 1 على 6 بالعشرة، كان 1 على 6 على 10 تطلع العشرة فوق بتصير 10 على 6، 10 على 2 5 و6 على 2 3. هاي النسب المثلثية من خلال نقطة قطعها ضلع انتهاء الزاوية في دائرة الوحدة. الحالة الثانية، إذا علم أحد النسب المثلثية وكان مطلوب إيجاد باقي النسب المثلثية فإننا نستخدم دائرة معادلة دائرة الوحدة اللي قلنا اسمها معادلة التربيع، وهي جيب تربيعها زائد جتا تربيعها تساوي 1. هاي قاعدة النسب التربيع بالجيب والجتا، هي جيب تربيعها زائد جتا تربيعها يساوي 1. إذا علمت أي زاوية من الزوايا النسب المثلثية وطلب منك إيجاد باقي النسب المثلثية نستعمل هذه القاعدة. مثال، إذا كان قاطعها، إذا هاي النسبة المثلثية القاطع يساوي 3 على 2، أوجد قيم باقي النسب المثلثية اللي هن الجيب والجتا والضد والضتا والقتا. أول شيء معلوم معي القاطع، القاطع يساوي 3 على 2، إذا بقدر أجيب من القاطع الجتا لأنه الجتا هو مقلوب القاطع، إذا القاطع هاي يساوي 1 على الجتا، إذا القاطع 3 على 2 يساوي 1 على جتا بالضرب التبادلي بيصير 3 بجتا هاي تساوي 2 بالقسمة على 3، إذا جتا هاي تساوي 2 على 3 وهي مقلوب القاطع. إذا علم معي الجتا، إذا راح أجي أستعمل قاعدة التربيع، فجتا تربيعها زائد جيب تربيعها يساوي 1، إذا 2 على 3 اللي هي الجتا طلعناها من خلال القاطع، تربيع زائد جيب تربيعها تساوي 1، 2 على 3 الكل تربيع عبارة عن 4 على 9 زائد جيب تربيعها تساوي 1، بنقول 4 على 9 على الجهة الثانية بصير جيب تربيعها تساوي 1 ناقص 4 على 9، كأنها الواحد 9 على 9 ناقص 4 على 9 هي 5 على 9، هاي الجيب التربيع. إذا جيبها راح يكون يساوي زائد ناقص، خذ الجذر للطرفين، زائد ناقص جذر الخمسة على جذر التسعة، جذر التسعة 3، إذا زائد ناقص جذر الخمسة على 3، وأخذنا هون القيمة الموجبة لأنه القاطع بيكون موجب بالربع الأول، إحنا ما حددنا هون الربع، فأنت زيد عندك هون على السؤال إنه حيث أنها تقع في الربع الأول لأن كل النسب موجبات، وبالربع الثالث، بالربع الأول أو بالربع الرابع عفوا، إذا حيثها تقع في الربع الثالث الرابع. حط هون زيد على المثال أنه إذا كان ق في الهاء يساوي 3 على 2 أوجد قيم باقي النسب المثلثية بحيث أنها تقع في الربع الرابع عشان نأخذ القيمة الموجبة فقط هون. إذا أخذنا القيمة الموجبة لجيبها طلع جذر 5 على 3، إذا صار عندي معلوم الجيب والجتا والقاطع، ظل علي الظل والضتا والقتا، حيث أن الظل هو الجيب على الجتا، جذر الخمسة على 3 على 2 على 3، 3 مع 3 بيروح ضل جذر الخمسة على 2. الضتا هو مقلوب الظل يعني 2 على جذر الخمسة، والقتا الها هو مقلوب الجيب، والجيب هو جذر الخمسة على 3 مقلوبة 3 على جذر الخمسة. لاحظوا أنا في الأمثلة أنه أحيانا كان يكون معي بعض النسب المثلثية أكبر من 1 أو قد تكون أقل من سالب 1، وهي صحيحة ما عدا الجيب والجتا، فالجيب والجتا هما دائما محصورات بين السالب 1 والواحد، أما باقي النسب المثلثية لا يمكن تعميم قاعدة أنه قيمة الزاوية محصورة بين السالب والواحد والواحد لباقي النسب، هي فقط صالحة للجيب وللجتا. إذن أخذنا حالتين كيف نطلع النسب المثلثية من خلال نقطة تقع على دائرة الوحدة قطعها ضلع الانتهاء، ومن خلال إذا أعطاك نسبة أو قيمة أحد النسب المثلثية وإيجاد باقي النسب المثلثية. النسب المثلثية ضمن دورة كامل. أول شيء نعرف مفهوم زوايا المرجع. زوايا المرجع هي قيم الزاوية هاي اللي تكون في الربع الأول وهن
زوايا معروفات ومتفق على قيمهم عفوا، ومن خلالها من خلال هاي الزوايا المرجعية نستطيع إيجاد بقايا الزوايا في الأربعة. زوايا المرجعية اللي هم 30 و45 و60، حيث أن جيب 30 هو نص، وجيب 45 واحد على جذر 2 جيب 60، جذر 3 على 2 جذر 30 هو جذر 3 على 2 جذر 45 واحد على جذر 2 جذر 60 نص، والظل هو عبارة عن حاصل قسمة الجيب على الجذر، فواحد على جذر 3 واحد و60 جذر 3. نيجي على القواعد بشكل عام. القواعد بشكل عام هي كالتالي: أول شيء إذا كان قلنا هذول الزوايا نستعملهن في حالة الربع الأول، في الربع الثاني عندنا قاعدة اللي هي تكون الزاوية محصورة بين 90 و180. نقول عشان لإيجاد قيمة الزاوية ها في الربع الثاني تكون زاوية المرجع اللي بدنا إياها هي 180 ناقص ها المعطيك إياها، الزاوية بتكون معطيك إياها تطرح 180 من هاي الزاوية، الباقي هو قيمة المرجع، مع مراعاة إنه بالربع الثاني الجيب والقتة فقط هي الموجبة والباقي سالبة. قاعدة الربع الثالث هي الزاوية بتكون محصورة بين 180 و270، لإيجاد قيمة الزاوية في الربع الثالث تكون زاوية المرجع هي بوضع قيمة الزاوية حاصل مجموع زاويتين أحداهما 180، بحيث أن متممة الزاوية تكون هي زاوية المرجع، أي أن زاوية المرجع هي بتكون ها ناقص 180 عكس اللي الربع الثاني. بالربع الثاني بنقول زاوية المرجع 180 ناقص ها، هو بنقول ها ناقص 180، مع مراعاة أن ظلها وضتها موجبة والباقي سالبة في الربع الثالث. في الربع الرابع القاعدة بتقول 360 هي زاوية محصورة بين 270 و 360 زاوية المرجع هي 360 ناقصها، مع مراعاة أن جتها وقاطعها فقط هي الموجبة في هذا الربع والباقي السالب. فنأخذ مثال نطبق عليه الحالات اللي شفناها كلها. معطين أوجد قيم النسب المثلثية للزوايا التالية: الزاوية الأولى ها معطيك إياها 120، الزاوية الثانية ها معطيك إياها 210، والزاوية الثالثة ها قيمتها 315. نشوف الزاوية الأولى ها 120، 120 تقع في الربع الثاني، لو قلنا بالربع الثاني قياس الزاوية بتراوح بين 90 و180، إذا هي في الربع الثاني. لما نرجع لقاعدة الربع الثاني، قاعدة الربع الثاني بتقول 180 ناقص ها زاوية المرجع، إذا الزاوية معي 120، إذا 180 ناقص 120 ويساوي 60، إذا زاوية المرجع هي 60، مع مراعاة إنه قلنا الجيب والقطة فقط الموجبات والباقي السالبات، إذا جيب 120 راح يساوي نفسه جيب 60، إذا وجيب 60 جذر 3 على 2، والقطة 120 راح يساوي قطة 60، والقطة هو مقلوب الجيب ويساوي 2 على جذر 3. هاي الزوايا الموجبة، بضل عندي قيم الزوايا السالبة اللي هي بقية النسب المثلثية. جتها 120 قلنا راح تكون جتها 60 لكن بالسالب، لأنه الربع، لأنه جتها بالربع الثاني سالب، وجتها 60 نص إذا سالب نص. قاطع 120 راح يكون سالب قاطع 60 ويساوي مقلوب الجتها اللي هو سالب على 2، وظل 120 هو سالب ظل 60، وهو الجيب على الجتها بيطلعنا سالب جذر 3، والضتها هو مقلوب ظل 60، وضت 120 هو ناقص ضت 60، قلنا الضت برضو سالب بالربع الثاني، إذا سالب 1 على جذر 3. لاحظ الطريقة سهلة، لما تعرف طلع زاوية المرجع وتعرف إنه اللي بالربع الثاني بس الجيب والقطة موجبات والباقي سالبات. الزاوية الثانية ها معطينا إياها تساوي 210، بتقع بالربع الثالث لأن الزاوية بالربع الثالث تتراوح قياسها بين 180 و270. إذا 210، إذا زاوية المرجع هي ها، راح تكون على قاعدة الربع الثالث ها ناقص 180، يعني 210 ناقص 180 ويساوي 30. إذا زاوية المرجع معي هي 30 بالربع الثالث، الظل والضتة موجبات وباقي النسب المثلثية هي سالبة. إذا ظل 210 راح يكون يساوي ظل 30، وظل 30 واحد على جذر 3، ضتة 210 راح يكون هو ضتة 30 وهي مقلوب ظل، وهي مقلوب ضتة 30، ضتة 210 اللي راح تساوي ضتة 30 هي مقلوب ظل 30. هون عفوا هاي حط غيرها، حط جذر 3 مش واحد على جذر 3، هاي جذر 3 ذانها
ضغط الثلاثين هي مقلوب ظل الثلاثين، مقلوب الواحد على جذر الثلاث هي جذر الثلاث. جيب الميتين وعشرة راح يكون سالب جيب الثلاثين، لأنه الجيب هون بالربع الثالث سالب، وجيب الثلاثين نص، إذا سالب نص. جتا الميتين وعشرة هي سالب جتا الثلاثين، لأن الجتا بالربع الثالث سالب، إذا سالب جذر الثلاث على اثنين. قاطع الميتين وعشرة هو سالب قاطع الثلاثين، لأن القاطع أيضا سالب، والقاطع هو مقلوب الجتا، ومقلوب هاي سالب اثنين على جذر الثلاث. وقتا الميتين وعشرة هو سالب قتا الثلاثين، والقتا هو مقلوب الجيب مع السالب، فبالتالي سالب النص مقلوبها سالب اثنين. ربع الزاوية الثالثة هي ها تساوي 315، هاي الزاوية واقعة في الربع الرابع، حيث أن زاوية الربع الرابع قياسها يتراوح بين 270 و 360، وقاعدة الربع الرابع هي 360 ناقص ها. إذا 360 ناقص ها يعني 360 ناقص 315 وتساوي 45. بالربع الرابع بك تلاحظ أو بك تتذكر أنه الجتا والقاطع موجبات وباقي القيم سالبة، إذا جتا 315 راح تعطيني جتا زاوية المرجع تاعتها اللي هي 45، وجتا 45 واحد على جذر الاثنين. قاطع ال 315 راح تعطيني قاطع زاوية مرجعها اللي هي قاطع ال 45، والقاطع هو مقلوب الجتا، إذا مقلوب الواحد على جذر الاثنين هو جذر الاثنين. جيب ال 315 هي سالب زاوية المرجع تاعها اللي هي سالب جيب ال 45، لأن الجيب الربع الرابع سالب، إذا جيب ال 45 سالب واحد على جذر الاثنين. ظل ال 315 تساوي ناقص ظل ال 45، لأنه أيضا ظل سالب وظل ال 45 واحد، إذا سالب واحد. وضتا ال 315 هي ناقص ضتا ال 45، لأن زاوية المرجع 45 والضتا بالربع الرابع سالب، إذا سالب واحد. والقتا ال 315 هي سالب قتا ال 45، لأن القتا بالربع الرابع سالب، إذا سالب جذر الاثنين. هيك بنكون أنهينا مراجعة النسب المثلثية بالعناوينها الرئيسية، تستذكرهم هي زاوية الوضع القياسي اللي بيكون ضلع الابتداء منطبق على محور السينات ورأسها على نقطة الأصل، ثم اتجهنا إلى إيجاد قيم النسب المثلثية من خلال نقطة يقطعها ضلع الانتهاء على دائرة الوحدة، ومن خلال الطريقة الثانية إذا أعطيك نسبة مثلثية وطلب منك إيجاد باقي النسب من خلال معادلة التربيع. ثم اتجهنا للجزء الثالث وهي إيجاد النسب المثلثية ضمن دورة كاملة، وقلنا احنا بحاجة لأن تكون عندنا زوايا المرجع لين 30 و 45 و 60، وكانت قاعدة الربع الثاني هي 180 ناقص ها، والربع الثالث ها ناقص 180، والربع الرابع 360 ناقص ها. مع العلم مع التذكير بأن كل النسب المثلثية بالربع الأول موجبة، بالربع الثاني الجيب والقتا، بالربع الثالث الظل والضتا، وبالربع الرابع القاطع والجتا هي موجبات. وأخذنا بعض الأمثلة على كل الأفكار، نتمنى أن تكون الفكرة وصلت وأن تكون الأمور واضحة. دمتم بعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.